تمسكي من هون وأنا بمسك لك الراس. طب استنى شوي. حي غير سامة، أليفة جدا. مين هو جمال عمواسي؟ جمال عمواسي شخص يعشق الأفياء. كيف أجت فكرة إنك تربي تمساح؟ أنا بحب الإشي الغريب، فصح لي تمساح. شو أكتر موقف خطير تعرضت له خلال الصيد؟ كثير مواقف تعرضت عليها، لكن أكثر موقف. إيش طموح جمال العمواسي؟ جمال العمواسي من شو بيخاف؟ أنا ربيت حيوانات كثير غريبة. إيش أكتر موقف بضحك تعرض له جمال أثناء تجربته يعني مع الحيوانات؟ تعرضت لمواقف كثيرة، لكن العناكب هي يعني عالم آخر معقد. اسمعوني، أنا جمال العمواسي على إذاعة إيكو أف أم البيئية 89.8 في برنامج جمال الطبيعة، كل يوم ثلاثة من الساعة 4 للـ5 المساء.